فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فضل الحج. من ملك الزاد والراحلة فلا يتقاعس، من ملك المال الوفير والصحة والبدن فعليه أن يسارع بالخيرات، يرى الله منه ذلك فيرفع له الدرجات. العتق من النيران سببه الرئيس الحج، كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار يوم القيامة من يوم عرفة. أكثر ما يكون العتق في يوم عرفة، من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه جل في علاه دنوا يليق بجلاله وكماله. وهذا الدنو، هذا النزول، خاص بأهل عرفة، ليدنو من عباده في عرفة ثم يباهي بهم الملائكة فيعتق الجميع من النار. فالحج سبب الرئيس للعتق من النيران. فإن الله جل في علاه يقول للملائكة: انظروا إلى هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، يريدون ماذا يريدون، قد غفرت لهم. ويباهي بهم الملائكة، وأكثر ما يكون عتقا في هذا اليوم من هؤلاء الحجيج. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النيران. الحج سبب للغنى وكثرة المال. نعم، الحج سبب للغنى وكثرة المال وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وهذا تفسيره وتفصيله يأتي في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. الله